الحزب الجمهوري الأمريكي فتح النار مرة أخرى على العراق، وهذه المرة لا تأتي من عضو موجود في مجلس النواب أو مجلس الشيوخ الأمريكي، وإنما قادمة من أحدى أهم المرشحين لرئاسة الولايات المتحدة الأمريكية، ألا وهي نيكي هيلي. النيويورك بوست كانت قد نشرت تصريحاتها تجاه عدد من الدول، ولكن فيها تركيز كبير جدا، تصريحاتها مباشرة قادمة على العراق. فببساطة هي قالت بأن من حق دافع الضرائب الأمريكية اليوم أن يعرف أين تذهب الأموال التي تؤخذ من جيبه مباشرة إلى الدول الأخرى، أين تذهب هذه الأموال وكيف تستثمر. وجاءت بالعراق مباشرة كمثال في هذه القضية، وقالت بأننا ندفع ما يقارب الأكثر من مليار دولار أمريكي، ودفعنا أكثر من مليار دولار أمريكي في السنوات القليلة الماضية للعراق كمساعدات، ولكن في نهاية المطاف هذه الدولارات وهذه المليار دولار وجدت طريقها لتساعد عدو الولايات المتحدة الأمريكية، ألا وهي إيران، وهذا الأمر غير مسموح بالنسبة لها، كما صرحت ووضحت بأن إيران عادة تعتبر بشكل واضح الولايات المتحدة الأمريكية عدو، وهي ترفع شعارات الموت لأمريكا وتستهدف القوات الأمريكية الموجودة في المنطقة. وعلى هذا الأساس عندما أصبح رئيسة للولايات المتحدة الأمريكية فسأقطع كل سنت من هذه المساعدات التي نرسلها للدول التي من خلالها تذهب الأموال إلى أعداء الولايات المتحدة الأمريكية، وهذا ما قالته فيما يتعلق في العراق تحديدا. لقد منحنا العراق أكثر من مليار دولار على مدى السنوات القليلة الماضية، رغم أن حكومته تقترب من النظام في إيران والذي يرفع شعار الموت لأمريكا ويشن هجمات على قواتنا. وأضافت لهذا السبب سأقطع كل سنت من المساعدات الخارجية للدول التي تكرهنا، أمريكا القوية لا تكافئ الأشرار. هذه التصريحات الخطيرة والنارية تجاه العراق القادمة من نيكي هيلي هي تأتي بعد أيام قليلة من رسالة أيضا شهدناها من قبل أعضاء في مجلس النواب الأمريكي، من ثلاثة أعضاء تحديدا من الحزب الجمهوري الأمريكي، كانوا قد وقعوا على هذه الورقة وهذه الرسالة المرسلة لإدارة الرئيس الأمريكي جو بايدن، وطلبوا منه العديد من التفسيرات، وطلبوا منه إجابة تحديدا في العديد من المسائل، واحدة منها هي الأموال المرسلة من الولايات المتحدة الأمريكية كمساعدات أمنية للعراق، أين تذهب هذه الأموال؟ نراها تذهب إلى إيران، ما الذي ستفعل في هذه المسألة؟ وبأننا نريد إجابة منك في 24 فبراير، أي إن المفترض الجمعة الماضية كانت هنالك إجابة أو ردة فعل من إدارة الرئيس الأمريكي جو بايدن على الحزب الجمهوري، فإدارة بايدن غير قادرة على إهمال الإجابة على مثل هذه الرسائل التي ترونها تحديدا من الحزب الجمهوري الأمريكي ومن مجلس النواب الأمريكي، لأن الجمهوريين الآن يسيطرون بالأغلبية على مجلس النواب الأمريكي، وبيدهم طبعا ميزانية الولايات المتحدة الأمريكية، المساعدات، الأموال وغيرها، وبالتالي إن اتخذوا قرارا بقطع المساعدات أو الأموال أو غيرها فهي بيدهم في مجلس النواب الأمريكي من دون أي مشاكل، حتى من دون الوصول إلى رئاسة الولايات المتحدة الأمريكية. وبالتالي هذا كله طبعا يوضح أن الأمور لا تبدو بخير. وما يضاف على هذه القضية أيضا فإن الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب يدخل أيضا كإضافة للمشاكل التي تأتي على العراق، فهذا الرجل سبق أن صدر الشهر الماضي عملية إلقاء قبض من قبل العراق على دونالد ترامب، وذلك بسبب حادثة المطار الشهيرة التي تم فيها اغتيال الجنرال الإيراني قاسم سليماني في عام 2020. فدونالد ترامب المشكلة بأنه أيضا هو مرشح لرئاسة الولايات المتحدة الأمريكية، وهذا الرجل مقارنة بنيكي هيلي عندما تجمعهما، طبعا نيكي هيلي مرشحة وهو مرشح، تجدهما مثلا بحسب آخر إحصائية قد صدرت من مصادقة الشعب الأمريكي والحزب الجمهوري تحديدا على ذهل الأمريكية قبل 4 أيام، ستلاحظ أن نيكي هيلي قليلة منخفضة تماما مقارنة بدونالد ترامب. لاحظ دونالد ترامب كيف أنه يمتلك شعبية كبيرة بين الجمهوريين وبين الشعب الأمريكي، وبالتالي بشكل عام سترى أيضا ديسانتز نوعا ما قريبة منه، ولكن ديسانتز لم يرشح نفسه حتى هذه اللحظة. وبالتالي أنت تلاحظ وجود دونالد ترامب في هذه المعادلة هو يعتبر أمرا خطيرا وكبيرا للغاية، وبالتالي بشكل عام هذه القصة هي لا تبدو بخير، وتوضح بأن الحزب الجمهوري الأمريكي لديه توجه واضح عندما تأتي الأمور تجاه العراق، وهذا على الرغم من العراق فعلا قد تحرك تجاه مسألة غسيل الأموال وتهريب الأموال بشكل عام لجميع الدول ومن ضمن
ضمنها طبعا إيران التي تركز عليها الولايات المتحدة الأمريكية. وفد من العراق ذهب إلى الولايات المتحدة الأمريكية، اجتمعوا بالخزانة الأمريكية، اجتمعوا بجميع المسؤولين، وتم الاتفاق على تطبيق المنصة الإلكترونية في البنك المركزي العراقي وعلى استمرار هذه المسألة التي أوقفت طبعا تهريب الدولار وغسيل الأموال. وفعلا توقف هذه الأموال وتوقف أساسا تدفق الدولار الأمريكي إلى الداخل الإيراني. وأحدى أهم هذه الأدلة هو ما يطبق الآن بشكل مباشر وما نراه وما يجري في الداخل الإيراني. ففي إيران الآن هناك مشكلة حقيقية بحسب وكالة رويترز الآن للعملة الإيرانية. الآن العملة الإيرانية دخلت مرحلة انهيار خطيرة كما تلاحظ بحسب رويترز. يوم أمس وضحت أن الدولار الأمريكي الواحد أصبح يساوي 575 ألف ريال إيراني، أي 57.5 ألف تومان إيراني. واليوم كانت المفاجأة، طهران بازار وضحت بأن الدولار الأمريكي أصبح 85,600 تومان، وبعدها الظهر مباشرة الأسوشيتد بريس اليوم كانت قد وضحت بأن الدولار الأمريكي وصل إلى 600,000 ريال إيراني، أي 60,000 تومان إيراني. وهذا يوضح بأن الدولار قد توقف تدفق الدولار، توقف تدفق اليورو، وبالتالي دخلت إيران في مشكلة حقيقية قبل تطبيق هذه المنصة الإلكترونية أساسا في نوفمبر من العام الماضي. وشهدنا إجراءات البنك الفيدرالي الأمريكي، كان أساسا سعر الدولار الأمريكي الواحد يساوي 30,000 تومان إيراني. لاحظ القفزة الكبيرة مع تطبيق المنصة الإلكترونية. ولكن على الرغم من ذلك، التحركات الجمهورية التي نتحدث عنها توضح بأن الحزب الجمهوري بسيطرته على الرئاسة على سبيل المثال، مع سيطرته على مجلس النواب الأمريكي، هي تعتبر ويعتبر السيناريو الأسوأ على العراق تحديدا. ليس عداء بالعراق، لا أبدا، ولكن هنالك شخصنة في الأمور بين الحزب الجمهوري الأمريكي وبين إيران. فعندما نرى تصريحات قد صدرت مؤخرا من أمير علي حاجي زادة وهو قائد القوة الجوفضائية الإيرانية، هذا الرجل وضع عددا من التصريحات المثيرة ثبتتها العديد طبعا من الصحف الإيرانية مثل تسنيم على سبيل المثال وغيرها، وكان قد توعد أعضاء إدارة الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب وقال بأننا لازلنا نريد بثأر قاسم سليماني ولازلنا نطارد دونالد ترامب. ومايك بومبيو وزير الخارجية الأمريكية السابق وكذلك كينيث ماكنزي قائد القيادة المركزية الأمريكي السابق بأننا نريد أن نختالهم مقابل الجنرال الإيراني قاسم سليماني. الأمر لا يذهب فقط بتصريحات إيرانية، يجب أن ننتبه أن الشهر الماضي أيضا كانت قد تحدث وتحدث الكونغرس الأمريكي بأن مايك بومبيو وبراين هوك وهو المبعوث الأمريكي الخاص سابقا للولايات المتحدة الأمريكية، طبعا المبعوث الأمريكي الخاص هو طبعا لإيران تحديدا، بأن هذين الطرفين وهذين طبعا الطرفين المهمين طبعا من الإدارة الأمريكية السابقة بأنهم مهددان بشكل واضح، وقام الكونغرس بتجديد الأموال التي توفر لهم من أجل حمايتهم من ما ممكن أن يتعرضون له. والمشكلة الأساسية أيضا بالنسبة لأمير علي حاجي زادة قائد القوة الجوفضائية، كان قد أضاف تفاصيلا من عملية الاغتيال التي جاءت على الجنرال الإيراني قاسم سليماني، وتحديدا فيما يتعلق باستهداف القوات الأمريكية في قاعدة عين الأسد كردة فعلا على عملية الاغتيال. فهو قال بأننا عندما ضربنا هذه القاعدة لم نكن نريد أن نقوم بقتل الألف جندي أمريكي الموجودين هناك، نحن خلف الجنرالات الكبار من الولايات المتحدة الأمريكية، ولكن كنا مستعدين تماما لردة الفعل الأمريكية على الداخل الإيراني بشكل كبير، إلى درجة أن الولايات المتحدة الأمريكية لو ردت في ذلك اليوم على إيران وقامت بضرب إيران فكنا مجهزين 400 صاروخ تجاه القواعد الأمريكية الموجودة في المنطقة بشكل عام، وبأن إحدى القواعد التي كانوا يريدون استهدافها هي تأتي على القاعدة الأمريكية الموجودة طبعا في الكويت. وهذا يوضح طبيعة الجدية الإيرانية الكبيرة آنذاك. ويجب أن نتذكر فعلا أن الإيرانيين كانوا في إنذار كبير بعد ما جرى من الضربة في قاعدة عين الأسد، حيث إنهم رفعوا حالة التأهب في المنظومات الدفاعية الإيرانية تحديدا، وبأن هذا الأمر تسبب بحادث خطير عندما جاءت طائرة أوكرانية.
مدنية حلقت في ذلك اليوم، وبسبب حالة الإنذار العالية لهذه المنظومات، وبسبب كذلك بأنهم توقعوا بأن هذا صاروخ كروز قادم تجاه إيران، أسقطوا هذه الطائرة وقتلوا جميع الركاب الموجودين فيها في حادثة مروعة جدا. أمير علي حاجي زادة لم يتوقف عند هذا الحد، بل إنه قام بإعلانات كبيرة تجاه الصواريخ أو من الصواريخ الجديدة التي أضافوها لترسانة الصواريخ الإيرانية في تحدي كبير للولايات المتحدة الأمريكية وإسرائيل كذلك. فهو قد أعلن عن صاروخ كروز يصل مداه إلى 1650 كيلو مترا، صاروخ دقيق. نشر مقطعا له أيضا ووضح بأن الإمكانيات الصاروخية الإيرانية قد ازدادت وارتفعت، وبأن هذا الصاروخ قد أضيف للقدرة الصاروخية الإيرانية. وأيضا تحدث عن صاروخ آخر وهو صاروخ فرط صوت إيراني، وقال بأن هذا الصاروخ هو قادر على اختراق الغلاف الجوي أساسا، وهو قادر على عملية استهداف أهدافه من على بعد 300 إلى 400 إلى 500 كيلومتر. أقصد هنا ليس البعد أو المسافة لهذا الصاروخ، لا أبدا، وإنما عندما يقترب من هدفه على هذه المسافات التي ذكرتها لكم، سيتم تشغيل المحرك الخاص بهذا الصاروخ وسينطلق مباشرة ويحقق الأهداف التي يريدها. وهذه تأتي بعد إعلان كبير قد رأيناه من قبل مراقبين دوليين نشرتها بلومبرغ، تحدثت بأن إيران فجأة وجدوا المراقبين بأنها تخصب اليورانيوم بنسبة 84%. كانت هنالك تصريحات مهمة للغاية صادرة من ويليام بيرنز، وهو مدير وكالة المخابرات الأمريكية CIA للسي بي اس نيوز الأمريكية. كان قد تحدث عن هذه المسألة تحديدا وقال بأن إيران الآن طورت نفسها نووية إلى درجة إذا ما وصلت إلى القرار بأنها تريد أن تصل للتخصيب العسكري فإنها قادرة للوصول إلى ذلك وإلى 90% خلال أسابيع، وبعدها تبدأ بالتخصيب العسكري والوصول للقنبلة النووية. ولكنهم لم يتخذوا هذا القرار حتى هذه اللحظة. وهذه المؤشرات، أنت أمام فجأة صاروخ كروز، صاروخ فرط صوت، وأيضا تخصيب نووي عالي، هي كلها تأتي بشكل مثير بعد سنة واحدة من الحرب الروسية الأوكرانية. ظهرت هذه الصواريخ وهذه القدرات بعد المساعدة الإيرانية الكبيرة طبعا إلى روسيا، وبالتالي هذه بدأت تثير الشبهات بأن روسيا قد تكون هي قد ساعدت فعلا إيران في الوصول إلى هذا النوع من الصواريخ الخطيرة. والأخطر منها هي المسألة النووية. باحثين مهمين مثل هانا نوتي التي ترونها هنا، إحدى أهم الباحثات على الواشنطن بوست، على الفورم بوليسي وغيرها من الصحف، تنشر بحوثا مهمة. نشرت بحثا في الفترة الأخيرة تحدثت بأن روسيا الآن وبعملية والعملية العسكرية التي تخوضها أساسا في أوكرانيا، المساعدة الإيرانية واعتماد روسيا على الأسلحة الإيرانية إن كانت طائرات مسيرة أو غيرها، هي تأتي بالفائدة بالنسبة لإيران، وتأتي بفائدة كبيرة على المستوى النووي تحديدا. بالتالي هنالك قلق مما يأتي من هذا التعاون الإيراني الروسي، ويعطيك فكرة لماذا هم يضغطون على إيران ويضغطون على كل من يساعد أساسا أو يمرر أي شيء إن كان لإيران أو أساسا كان لروسيا. إيران لم تتوقف عند هذا الحد، لا أبدا، ولكنهم قد أعلنوا فجأة عن هذه الطائرة التي ترونها، أعلنوا عنها سابقا وهي شاهد 149، وهذه طبعا الطائرة أطلقوا عليها غزة كما ترونها بهذا الشكل. وهذه الطائرة تشبه تماما طائرة MQ-9 ريبر الأمريكية التي استخدمت في عملية اغتيال الجنرال الإيراني قاسم سليماني في مطار بغداد في عام 2020. هذه المرة استعرضوا هذه الطائرة على مدرج طبعا لإحدى المطارات طبعا الموجودة. فجأة ظهرت هذه الطائرة أمام الناس وهي تتحرك، وإذا ما حاولنا أن نلقي نظرة على عملية هذه الطائرة وهي تحلق في هذه اللحظات، ولنلقي نظرة الآن، هذه هي الطائرة كما تلاحظونها بهذا الشكل، وهذه الطائرة هي تعتبر من الطائرات القاصفة، تأتي كما تحدثنا كوبي بيست نسخ لصق للMQ-9 ريبر. والطائرة طبعا لديها قدرات كبيرة، تحدثوا عن المواصفات التي تتمتع بها قريبة من MQ-9 ريبر، ليست متطابقة في الشكل، متطابقة في بعض المواصفات، ولكن بعض الأمور طبعا تظل في مسائل الأسرار وغيرها. عندما تطور الولايات المتحدة هذه الطائرة تتفوق دائما على مثل هذا النوع من الطائرات. ولكن هو أيضا يوضح لك التحدي الذي توجهه إيران للجميع عندما تأتي الأمور للطائرات المسيرة على سبيل المثال. كان هنالك مقطعا
نشر أو الوكالات الأنباء ووكالات الإعلام تحدثت بأن هذه الطائرة أساسا هي قد ظهرت في فلسطين في غزة، بأنها في غزة كانت تحلق وبأنها ليست في إيران على سبيل المثال. وكما تلاحظون غزة فلسطين واضحة جدا بأن هذه يقولون ويدعون بأن الطائرة فعلا تحلق في غزة، ولكن كانت هنالك واحدة من الصور التي نشرت التي هي ستؤكد لنا هل هي فعلا في غزة أم أنها في مكان آخر. وبالتالي دعونا نأخذ اللون الأزرق لكي تتضح الأمور لنا. هذه اللقطة تحديدا عندما تلاحظها فأنت لست أمام الكثير من العلامات، ولكن بعض العلامات قد تساعد. عندما تلاحظ الحفر تحديدا إلى اليمين وهي مسألة مهمة جدا، 1 2 3 4 وأمام حفرة مميزة تأتي بهذا الاتجاه مع الخط الذي كانت تسير عليه أو المسرب الذي تسير عليه، فأنت ستلاحظ هنا بأننا أمام خط واحد يمر. ودعونا نصغر الخط من هنا، فإن خط واحد يمر بهذا الشكل وبشكل مستقيم تجاه هذه النقطة، وبالتالي نحن أمام هذه العلامات تحديدا. أين من الممكن أن تكون هذه الطائرة في ظل هذه العلامات التي تحدثنا عنها؟ واحدة من أشهر المواقع المهمة التي تمت ملاحظتها من العالم بأكمله خاصة مع الحرب الروسية الأوكرانية هي كاشان، قاعدة كاشان تحديدا. وإذا ما اتجهنا إليها هذه هي كاشان، هنا القاعدة عندما تقترب من هذه القاعدة تحديدا، ولنبحث عن هذا النوع من الحفر، هذه هي القاعدة، هذه هي النقاط الترابية التي تلاحظونها، أكثر نقطة ترابية إلى اليمين من مسرب الطائرة فيها حفر ستلاحظ هي هذه أو هذا الاتجاه تحديدا. في هذا الاتجاه ستلاحظ بأن الحفر نسبيا نوعا ما كبيرة، ليس هنالك شكلا معينا من الممكن أن نستفد منه، ولكن هنا تحديدا عندما تلاحظ هذه الصورة هنا وهنا تحديدا، فأنت ستلاحظ بتعديل الصورة قليلا بأننا يبدو وجدنا الطريق للنقطة الحقيقية لما جرى ولهذه النقطة تحديدا. فأنت ستلاحظ أنت أمام 1 2 3 4 وهذه هي الحفرة الكبيرة كما تلاحظ، وأيضا ستلاحظ مباشرة أيضا بأننا أمام هذه العلامة التي تأتي بهذا الشكل، والتخطيط للمطار يأتي متطابقا مع هذه النقاط، وهذا يوضح بأن الطائرة كانت في كاشان ولم تكن في غزة أو في فلسطين. بشكل عام هذه الأمور تجعل إيران في مشكلة حقيقية للغاية، التقدم النووي، الصواريخ وغيرها، تعاونها مع روسيا، تهديد إسرائيل لها. كنا فجأة في الفترة الأخيرة وفي 72 ساعة الماضية فجأة ظهرت انفجارات بهذا الشكل في الداخل الإيراني في كرج، لم يعرف أحدا ما الذي يجري، وبدأت المضادات طبعا تعمل في الداخل الإيراني في كرج التي هي تعتبر قريبة جدا من العاصمة الإيرانية طهران، وكانت هذه كلها لقطات لعملية التصدي، كانت حتى ضربات تجاه نوع أحد الجبال طبعا ضربت بهذا الشكل، وبعدها جاءت وضربت بالاتجاه باليمين وكأنها تطارد شيئا ما. إيران بشكل رسمي قالت بأن هذه تدريبات وبأن ليس هنالك شيئا وهو معد لها ونحن نتدرب وهذا أمر طبيعي. هنالك عدد من المشاكل بأن السكان الموجودين هناك في كرج لم يكونوا مبلغين بهذه القضية نهائيا، كانت مفاجأة ليلية كبيرة وكانت في منطقة سكنية أيضا في نفس الوقت. وهنالك عدد من العلامات لكي نعرف ما الذي جرى فعلا، هل هي منطقة حساسة، هل هي منطقة تتواجد فيها عدد من الأمور. سنلاحظ بأننا أمام برج طبعا، وسنلاحظ بأننا نوع من الهيكل المميز الذي يأتي بهذا الشكل الذي ترونه، والضربات كنا نلاحظ بأنها تظهر من هذا الاتجاه تقريبا. ليس هنالك الكثير من العلامات التي نعرفها إلا أن هذا جبل وهذا مرتفع وجبل بهذا الاتجاه الذي نلاحظه، وما نشر عن هذه المنطقة بأنها تأتي إلى شرق كرج. وكما نلاحظ من الهيكل أنه هيكل مستمر وواضح وبأنه يبدو يأتي بمسافة لأن هذا البرج قريب للغاية. الآن عندما نتجه إلى القمر الصناعي لكي نقترب من كرج لكي ندقق هل هنالك نقاط حساسة، هل هي منطقة تدريب فعلا، ستلاحظ أنت أمام طهران أمام كرج الآن، وبالتالي عندما نتحدث عن شرق كرج فعلا أن هنالك جبال. لنلتف قليلا لنحاول أن نعرف أين هذه المنطقة، لنبحث عن العلامات. نحن أمام هذه الجبال وهذه الجبال، ولكن هنالك برجا عندما تقترب من هذه النقطة تحديدا في هذا المربع خاصة ستلاحظ بأن البرج
هذا هو البرج كما تلاحظون. إذن نحن في الزاوية الصحيحة، تتجه إلى الشمال قليلا أيضا، ستلاحظ الهيكل الذي تحدثنا عنه هو يأتي بهذه الطريقة، والجزء الأخير من الهيكل المتوقف إلى اليمين هو واضح أيضا بهذه النقطة. إذن أصبحت على ما يبدو بأن العلامات واضحة لنا الآن من هذه المنطقة، وعندما نتوقف بهذا الاتجاه نحن أصبحنا أمام الهيكل بهذا الاتجاه، وأصبحنا أيضا أمام هذا الذي تحدثنا عنه طبعا البرج، وبالتالي التصوير كان يأتي بهذه الطريقة. وعملية الإطلاق النار التي لاحظناها والمقاومات أو المضادات الجوية تبدو وكأنها حاضرة من هذه المنطقة. دعونا نقترب منها مرة أخرى فقط لنلاحظ هذه المنطقة. فالمنطقة والمضادات تبدو تقديريا مع الليل، مع الوضع الذي كان فيه المريب، يبدو أن المضادات كانت تقديريا تنطلق من هذه المنطقة. وعندما طبعا نلاحظ هذه المنطقة، إذن كان هنالك شيئا ما مهما في هذه المنطقة، وخاصة أن الرمي كان يأتي بهذا الاتجاه في إحدى الضربات التي جاءت. إذا ما اعتبرنا بأن هنالك شيئا غامضا قد جرى في هذه القضية، أي بمعنى بأن الضربات والمقاومات كانت بهذا الشكل، أي أنه قد يبدو بأن هنالك نوع من الفاسيلتيز أو المنشآت الخطيرة للغاية. وبالتالي إذا ما اتجهنا إلى اليمين قليلا فإن هنالك واحدة من المباني التي تثير الجدل نوعا ما. هذه المنشأة التي ترونها المحمية بشكل كبير هي تأتي متطابقة مع الاتجاه الذي تحدثنا عنه من المقاومات أو الضربات أو المضادات الجوية التي ظهرت في تلك الليلة. إيران تقول بشكل رسمي بأنها تدريبات، ولكن لا زال الأمر مريبا ومثيرا، خاصة وأن هذه الحادثة تأتي بعد أيام قليلة. هنا في 15 من فبراير قبل أيام كان هنالك انفجارا في كرمان، قالوا بأننا فجرنا عتاد قديم موجود في نقطة قريبة من كرمان، ولكن اهتزت المنازل واهتزت المباني الموجودة طبعا في كرمان. ونائب محافظ كرمان لم يكن لديه علم في هذه القضية، ومحافظ كرمان فجأة قال بأنها عبارة عن تفجير لكدس عتاد أو غيرها، ولكن لم يكن أحد يعلم شيئا من هذا الانفجار، ما الذي جرى فيه. وأيضا يجب أن لا ننسى أن نهاية الشهر الماضي كنا أمام ضربة بالطائرات المسيرة من نوع الكواد كوبتر، ثلاثة منها استهدفت هذه المنشأة التابعة لوزارة الدفاع الإيرانية. وبالتالي هي تبقى طبعا هذه الحادثة من ضمن الأمور الغامضة التي أصابت إيران بسبب كل هذه التحديات. سؤال الأهم الذي يوضع، كيف سيتصرف العراق في ما يجري تحديدا من الحزب الجمهوري الأمريكي؟